شكرا السيدة الوزيرة على هذه الرؤية ديالكم الجديدة حول الفوارق بين العالمين، العالم القروي والحضري. إن شدة التباين بين هذا العالمين لها تأثيرات كبيرة، ليس على التقنيات والتكنولوجيا الواجب اعتمادها بالقرى فحسب، ولكن كذلك على مستوى التخطيط والتدبير والتمويل وإشراك المستفيدين. فحين نتحدث عن الصرف الصحي بالعالم القروي، يجب أن نستحضر أننا نستهدف حوالي 50% من الساكنة تقطن أزيد من 32 ألف دوار. السيدة الوزيرة، الأمر يفوق بكثير إمكانيات الجماعات الترابية، لهذا يتعين على الحكومة التدخل بقوة لحل إشكالية الصرف الصحي بالعالم القروي. يتعين كذلك على المكتب الوطني للماء أن يضع تعريفة خاصة بالعالم القروي، لأن التعريفة الحالية السيدة الوزيرة سببت في كثير من الاحتجاجات.